التمساح، ومن بين أنواعها الأكثر خطورة نجد تماسيح النيل والمياه المالحة المسؤولة عن قتل المئات من البشر سنوياً. هناك عدة أجزاء من العالم حيث تزدهر التماسيح مثل الأمريكيتين وأستراليا وآسيا والمناطق المدارية من أفريقيا، حيثما وجدت البحيرات والمستنقعات والأنهار الراكدة لا بد أن تكون التماسيح في مكان قريب. يصل طول التمساح عادة إلى 20 قدم، ولها آذان وعيون في أعلى رأسها، الأمر الذي يتيح لها سماع ورؤية فريستها بسرعة.